بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا طلاب الصف السادس مدارس العبير العليا. إن شاء الله يا شباب اليوم هنتكلم عن الدرس الثاني في الفصل الثالث، وهو بعنوان عمليات الحياة في المخلوقات الحية الدقيقة. طبعا الدرس الأسبوع الماضي أو الدرس الأول كان بيتكلم فيها عن عمليات الحياة في النباتات، وتكلمنا فيها عن أجزاء النباتات والتكاثر في النباتات وأقسام النباتات بذرية ولا بذرية، وعرفنا كل نوع عملية التكاثر فيه وعملية التلقيح، وعرفنا التكاثر أيضا في النباتات اللا بذرية. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن عملية الحياة ولكن في المخلوقات الحية الدقيقة، يعني الصغيرة. طيب، الأول لازم نعرف ما هي المخلوقات الحية الدقيقة. المخلوق الحي الدقيق هو عبارة عن مخلوق حي مجهري لا يرى بالعين المجردة. يبقى مخلوق حي مجهري لا يرى بالعين المجردة، ما نقدر نشوفه بعين، أو نشوفه عن طريق من شباب عن طريق المجهر أو المجاهر، تمام؟ لأنه صغير جدا. طب بالنسبة للمخلوقات الحية الدقيقة عندي نوعين منهم، في منهم وحيد الخلية وأيضا عديد الخلايا. وحيد الخلية يعني الجسم أساسا يتكون جسمه من خلية واحدة، جسمه كله يتكون من خلية واحدة. أما عديد الخلايا فإنه يتكون جسمه من عدة خلايا أو أكثر من خلية. طب لو تذكرنا موضوع الممالك اللي احنا أخذناه في أول الترم يا شباب، وعرفنا إن عندنا 6 ممالك، وهما الحيوانات والنباتات والفطريات والطلعيات والبكتيريا والبكتيريا البدائية أو البدائيات. لو إحنا نختار من هذه الممالك مخلوقات حية دقيقة، هنختار مين؟ نختار نباتات؟ مستحيل، كل النباتات كبيرة نقدر نشوفها وعديدة الخلايا. بالنسبة للحيوانات نفس النظام. طيب عندنا الطلعيات، إيه مملكة الطلعيات؟ في منها عديد وفي منها وحيد، فإحنا نتكلم عن الطلعيات الصغيرة أو الدقيقة. طب بالنسبة للفطريات ايضا قلنا ان الفطريات في منها عديد وفي منها وحيد، وهنتكلم ايضا عن الفطريات الدقيقه. اما البكتيريا فجميع البكتيريا والبدائيات تتكون من خليه واحده. يبقى عندنا 3 اشياء، فطريات والطلعيات والبكتيريا. طبعا الفطريات في منها كبير، احنا هنتكلم النوع الفطريات اللي فيها الدقيق الصغير. بالنسبه للفطريات طبعا اشهر فطر موجود عندي هو فطر الخميره، أشهر فطر عندي اللي هو مشهور فطر خمير. طبعا انت لو ذكرنا قلنا الفطريات هنلاقي ان الفطريات في منها ضار وفي منها مفيد، تمام؟ طيب لو عطينا مثال على الفطريات الضارة زي فطر العفن اللي بيكون موجود على الخبز، يعني انت تركت الخبز ايام مثلا خارج الثلاجة او في الهواء الطلق، بعد يومين تيجي تلاقي عليه يا شباب عليه مادة خضراء، هذا يسمى مين؟ العفن، اسمه عفن الخبز، مادة خضراء. زي مثلا نجيب برتقالة وتتركها بردك أيضا 3 أيام برا كده ولا شيء، تلاقي عليها مادة خضراء. طبعا معظمنا شاهد هذه الأشياء، ده فطريات ضارة. طب بالنسبة للفطريات المفيدة زي المشروم اللي نحطه على البيتزا اللي بناكله عادي، أو فطر مين؟ الخميرة. فطر الخميرة ده شباب مفيد. طبعا معروف الخميرة بتنحط فين؟ على الدقيق أثناء عملية العجين، أو لما نسوي عملية من مخلوط العجين أو الخبز. طيب نشرح لك سريعا عملية الخميرة إزاي بتعمل على انتفاخ الخبز، تمام؟ أو انتفاخ العجين عموما. طبعا الخميرة لما تنحط على الدقيق فالخميرة بيحصل لها تفاعل بينها وبين النشا اللي موجود على الدقيق. يبقى أول شيء تفاعل بيحصل بين الفطر والنشا اللي موجود في الدقيق، فبالتالي بيتصاعد غاز اسمه غاز ثاني أكسيد الكربون. فغاز ثاني أكسيد الكربون ده يا شباب، تمام، يسوي فقاعات، فبالتالي يعمل عملية مين؟ انتفاخ العجين. ده سريعا كده بالنسبة للفطر مين؟ الخميرة وفطر عفن الخبز. كما أيضا يوجد الفطر اللي موجود فيه اسمه فطر مرض القدم الرياضي، اللي هو بيكون في المسابقين الرياضيين اللي بيلبسون الحذاء فترة طويلة شباب، فبيحصل عنده فطر بين أصابعه، بين أصابعه كده تحس اللي فيه فطريات صغيرة طلع بين أصابعه، ده برضك من إيه؟ أشياء الضارة. هنتكلم عن النوع الثاني من المخلوقات الحية الدقيقة وهو الطلعيات الصغيرة.
الطلعات الدقيقة والصغيرة زي اليوجلينا، وهي اليوجلينا هذا شباب تشبه النباتات. الطلعيات في منها بيشبه النباتات، وفي منها بيشبه الحيوانات، وفي منها بيشبه الفطرية. احنا هنتكلم الحين على اليوجلينا. اليوجلينا ده شباب زي ما تشوف الصورة عندي، هذا تشبه النباتات، تتكون من مادة خضراء، تمام، تشبه مين؟ النباتات، وهتسوي عملية تصنع غذاء بنفسها لأن لديها بلاستيدات خضراء. في منها حاجة اسمها الأميبيا زي ما تشوف كده. الأميبيا دي يا شباب يشبه الحيوانات، وله أقدام كاذبة، أقدام كاذبة بتساعد على عملية الحركة. يبقى الطلعيات بتتحرك يا إما عن طريق الأصوات زي هذه، الخيط الصغير هذا اسمه صوت، صوت أو أهداب، أو عن طريق الأقدام الكاذبة زي مين الموجود في مين؟ في الأميبيا، تمام؟ كما أيضا يوجد في الطلعية حاجة اسمها الديتوم أو الديتومات، تمام؟ أيضا لها أهداب وأصوات تتحرك بها. كده عرفنا الطلعيات الصغيرة، تمام، الدقيقة. هنتكلم عن مملكة البكتيريا، وزي ما قلنا كده إن البكتيريا كلها شباب عبارة عن وحيد خلية، يعني دقيقة لا ترى إلا بالعلم مجرد، لأن كل الخلايا تتكون من البكتيريا تتكون من خلية واحدة. جميع البكتيريا والبدائيات تتكون من خلية واحدة. طب عندي أنواع من البكتيريا، في عندي بكتيريا عصوية، في عندي بكتيريا كروية، وفي عندي بكتيريا حلزونية. بكتيريا عصوية وبكتيريا كروية، والنوع الثالث أو الشكل الثالث من البكتيريا البكتيريا الحلزونية. طبعا في النوع اللي مع البكتيريا شباب كان قديما بسموه البكتيريا البدائية، ولكن حاليا بسموه البدائيات، مملكة البدائيات، ولكن يشبه كثيرا البدائيات مع البكتيريا أنه يتكون أيضا من خلية واحدة. طب إيه الفرق بين البكتيريا والبدائيات؟ إن البدائيات تستطيع أن تعيش في درجة الحرارة العالية جدا. هنجيب لك الكتابة شباب، هنوضح لك موضوع الفرق بين البكتيريا والبكتيريا البدائية. معانا هنفتح الكتاب صفحة، الكتابة شباب صفحة 95. هنكلمك الحين على الفرق بين البكتيريا والبدائيات. البكتيريا طبعا مخلوق وحيد خلية، وبعضها ضار وبعضها مفيد. الضار زي اللي موجود على فرش الأسنان والأشياء المتسخة. أما البكتيريا الغير ضارة أو المفيدة زي اللي احنا بنستخدمها في إنتاج اللبن والزبادة. عارفين الزبادة شباب بيحصل عملية بسترة، أو اللبن عشان نسوي عملية اللبن أو الزبادة بنضع عليه بكتيريا. كما يوجد أيضا بكتيريا مفيدة في الأمعاء، أمعاء الإنسان ذات نفسها شباب، بتساعده على عملية مين الهضم وإنتاج فيتامين ك. طيب البدائيات يا شباب برضك هي مخلوقات وحيد خلية، تمام، ولكن تختلف البدائيات على أنها تعيش في ظروف قاسية جدا، تعيش في ظروف قاسية جدا، يعني ممكن تستحمل الحرارة العالية جدا والبرودة المنخفضة جدا والحموضة والأملاح. لكن تتخيل أن في بعض من البدائيات يعيش على فوهة البركان، وفي منهم بيعيش في قاع المحيطات، وفي منهم بيعيش يا شباب في الأشياء المالحة جدا شديدة الملوحة والحموضة. فإذا البدائيات تتفوق عن البكتيريا أنها تستطيع أن تعيش في الظروف القاسية جدا. عرفنا كده يا شباب الفرق بين البكتيريا والبدائيات، هما الاثنين مخلوقات وحيد خلية ويعتبر نفس التركيب، والخلية حقتهم كمان ما فيها نواة، ولكن البدائيات تختلف عن البكتيريا أنها تعيش في ظروف قاسية جدا. تمام يا شباب، كده احنا خدنا ملخص سريعا عن البكتيريا والبدائيات. الطلعيات المجهرية زي ما قلنا اليوجين اللي تصنع غذاء بنفسها تشبه النباتات، والديتومات معاها، تمام. أخذنا فيها الأميبيا اللي بتتحرك عن طريق الأقدام الكاذبة، تمام، بتتحرك عن طريق الأصوات، ده الطلعات المجهرية. كما تكلمنا عن الفطريات المجهرية زي فطر العفن وفطر الخميرة، كما يوجد أنه فطر مين مرض القدم الرياضي اللي بيكون موجود في البداية. إن شاء الله الحصة القادمة شباب هندرس مع بعض كيف تتكاثر المخلوقات الحية وطرق تكاثر المخلوقات الحية. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.